رقم واحد المهندس خالد عبد العزيز، وهو راجل متابع جيد جدا للوضع بتاع الكرة في مصر، وعنده من الدراية والمعلومات عن حقيقة الوضع ما يفوق الكثيرين. ربما يكون محتاج للاستماع لرؤية بعض الخبراء كيف نضع خارطة طريق سريعة لكرة القدم في مصر. اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، اجيب مجلس ادارة الاتحاد. عايز تقول لي ده تدخل حكومي؟ اعتبره تدخل حكومي، لانه من الحكومه كانت بتتدخل وقت ما كانت بتمنع هنا بريده وشوبير من الترشح. ما اتمنعوش من الترشح، منعوا، ما اتحلتش مجالس ادارات الاتحاد. المهندس خالد عبد العزيز محل اتحاد الطايره واتحاد الجمباز. فبالتالي مانيش عايز فكره، اصل الدوله مش عايزه تتدخل، منع التدخل الحكومي. احنا خلي بالك احنا مزاجنا يوم ما نبقى عايزين الحكومه تتدخل نقول المصلحه العامه. يوم ما نبقاش عايزينها تتدخل نقول المصلحه العامه. بالظبط. لكنه انا بتكلم، انا مش مع حل الاتحاد. لانه في النهايه هتجيب نفس الناس بنفس الشكل، ربما اللي هتجيبهم يكون عندهم مطامع انتخابيه يغرقوا الدنيا اكتر من الناس اللي موجوده. لا، بيقول لك كمان ان التدخل بحل الاتحاد ده لازم حاجه فساد. كويس كويس، لانه حتى على الاقل ما الوضع منظور في المحكمه في الانتخابات. لكنه خلينا انه مفيش قرار حكومه هيطلع بحل اتحاد الكوره، لكن على الاقل ابدا استمع لرؤيه بعض الخبراء، ابدا احدد معالم خارطه الطريق. تمام. فيها اربع خمس نقاط دي مطلوبه على وجه السرعه لرفع انقاض هذا الانهيار الذي حدث لكره القدم في مصر. وانا ما زلت مصمم احنا بنتحدث من تحت الانقاض، احنا فعلا منظومه وقعت وانهارت وعلينا رفع انقاضها والتعامل معها من جديد. في تقديري انه اول حاجه لابد انه الاتحاد ينسفها نسفا كاملا المسابقات. لانه انا مش قادر اتصور انه دوري بهذا الشكل كل سنه بنظام. احنا وصلنا دلوقتي ل 18 وعايزين السنه الجايه ننزل ل 16. حلو قوي، هنستقر عند 16 نادي. انا اقدر اقول ان احنا من الممكن لو تعاملنا بدرجة من الجدية شوية خروجنا من كاس الامم يبقى مصلحة مش 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 ملطم للخدود. يعني نقدر نستفيد منه بشكل افضل بكتير جدا لو كنا تأهلنا بالوضع المترهدة. تمام. رقم واحد، ازاي يبقى عندنا دوري محترفين محترم بمعنى الكلمة. مخاوف اتحادات الكرة السابقة من تأسيس دوري للمحترفين عشان هيتهمشوا. هيتهمشوا؟ لا يتهمشوا. يعني ما هو اصل هم مش على راسهم، يعني مهم ان هم يقعدوا في الماسوره برضه الصور التذكاريه مهمه يا سيدي، ما يبعت لهم دعوات. لكنه انت دلوقتي عايز تمشي صح ولا مش عايز؟ وده اللي المفروض الوزير يكون معني بيه. انا تعالى يا سيدي عايز دوري للمحترفين حقيقي، الاتحاد الافريقي اجلنا كتير جدا واستنى علينا كتير، هوصل لمستوى ان عندي 16 نادي او 18 نادي محترف حقيقي. هبدا اشهر رابطه الانديه المحترفه. رابطه الانديه المحترفه بلائحتها بنظامها بضوابطها بالقائمين عليها بمرتباتهم. طب ما لجنه الانديه هنا ممكن تدير. لجنه الانديه مش رابطه. مش رابطه مشهره، هي لجنه من ضمن لجان الاتحاد. فدي مشكله برضه، حتى لما الاتحاد بيحب يلمهم بيقعد يقول لهم خدوا بالكم انتوا لجنه من لجان الاتحاد. ولائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره منصوص عليها ده، انه دي لجنه من لجان الاتحاد كل مهمتها وكل سلطاتها عارف ايه؟ انها بتعمل حساب في البنك تستقبل عليه فلوس البث عشان تعيد توزيعها للانديه. دي السلطه الوحيده وده الاختصاص الوحيد للجنه الانديه في لائحه الاتحاد المصري لكره القدم المعتمده من الفيفا. انا شايف ان احنا الوضع الصح اللي عندنا ان احنا عندنا بنيه تحتيه تشريعيه سليمه. بمعنى انه تمكنا في عهد الكابتن عصام عبد المنعم من اقرار لائحه معتمده من الاتحاد الدولي ومنطبقه ومتطابقه مع لائحه الفيفا. فاصبح الارضيه التشريعيه بتاعتنا سليمه. عندنا قانون للهيئات الرياضيه بيجري بحثه واعتماده، يعني من الناحيه التشريعيه ارضيتنا سليمه. تمام. يبقى قلت لك في البدايه المسابقات. ابدا كوزير ادي تعليمه بشكل واضح للاتحاد المصري لكره القدم بنهايه هذا الموسم، الموسم اللي جاي انا عندي دوري محترفين برابطه انديه محترفه، الانديه تتحول الى شركات مساهمه حقيقيه، يبدا كل نادي عنده ميزانيه مستقله لكره القدم، يبدا صراع الانديه والمكايده الاعلاميه اللي بتحصل على صفقات اللعيبه تبدا تتفرمل شويه، يبدا كل نادي يحسب اشترى لاعب بكام، استثمره ازاي، باعه بكام.
تبدا جمعيات عموميه جاده تحاسب الانديه على ميزانيه كره القدم، مش لمجرد ان انا كل نادي بيعمل احتفاليه في الصيف انه ضم 10 لعيبه وضم 20 لاعب وفي النهايه المردود الفني صفر. لا، ابدا اتكلم انه الانديه حولتها الى شركات مساهمه حقيقيه وجاده، اوجدت فيها اليه من المحاسبه من الجمعيات العموميه بشكل قوي، تدخل على مسابقه للمحترفين بشكل جاد، تديرها لجنه مسابقات محترفه. الاتحاد المصري لكره القدم القانون واللائحه تحدد علاقته بلائحه الانديه او رابطه الانديه المحترفه. لا هي وصايه ولا تنافر، انت عندك مهام اخرى، لانه انت مش هينفع يكون عندك دوري ممتاز محترفين والظل بتاعه هاوي، لانه اللي هيهبط من فوق هيروح فين؟ واللي هيصعد هيصعد هاوي ولا محترف. فالبناء الطبيعي جدا ان انا في جسم مشترك الدوري الممتاز والدوري اللي تحت منه على طول اللي هو الدرجه الثانيه، الاثنين دول جسم واحد محترف، اللي طالع طالع محترف واللي نازل نازل محترف. مظبوط. دول 18 نادي ودول 18 نادي. لما يبقى عندي 18 نادي في الدوري الممتاز و18 نادي في الدرجه الثانيه، هيبقى له رعاه وهيبقى له اعلام وهيبقى له متابعه وهيبقى مستوى حقيقي قوي. انت بتتكلم في 18 من اصل دلوقتي يجي 500 نادي بيلعبوا في القسم الثاني. لا، انا حوجد مسابقه ظل قويه ورا الدوري الممتاز، ده محترف وده محترف، ده بلايحته وده بلايحته، ده بلجنته وده بلجنته، الاثنين صعود وهبوط في شريان واحد محترف. يتبع ده على مستوى الناشئين ان انا ابدا اعمل دوري للشباب تحت 19 سنه مرتبط جدوله مع